يقول السائل: إني متزوج ووالدي توفاه الله قبل 5 أشهر، فاستأجرت بيتا في صنعاء أنا وزوجتي، وبعد ذلك لحقت بي أمي بعدما مضى من عدتها أو من عدة وفاة والدي 4 أشهر و8 أيام. أربعة أشهر وثمانية أيام، نعم، يعني باق يومين. استعجلت، لو بقيت في بيتها إلى أن كملت 4 أشهر و10 أيام في بيتها ثم بعد ذلك تخرج تأتي عندك في بيتك، لكن على كل حال يعني عدتها صحيحة إن شاء الله، عدتها صحيحة، ولكنها أخطأت في العجلة لأنها ما كملت 8 أيام، ما كملت 10 بعد 4 أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم.